الشخص الحساس زيادة بيبقى مركز قوي في تفاصيل كتيرة جدا، وعلاج الشخص الحساس ان احنا بنبتدي نرفع عنده سيلف استيم، سيلف كونفيدنس والسكيلز. يعني ايه؟ يعني تقديره لنفسه وثقته لنفسه ومهارات بيكتسبها حواليه. بمعنى ايه؟ انه طول ما احنا قاعدين مثلا هتلاقي الشخص الحساس، مثلا انا دخلت الاستوديو لو انا شخص حساس، ده المخرج ما سلمش عليا، دي بيبقوا الاستاذه دعاء سلمت عليا، متعبين لنفسهم وللناس. ما سلمتش عليا بحراره زي كل مره، هو انا شكلي النهارده مش مظبوط، طب هو انا اتكلمت كويس في الحلقه. الاشخاص الحساسين بيكونوا ابروفل ادكشن، يعني ايه؟ يعني مدمنين للتقبل، ده بيخليهم دايما مرتبطين برد فعل الاخر او بالتصرف اللي بيعمله الشخص اللي قدامي. دايما تلاقيه شخص لطيف، الشخص الحساس بيتكلم حلو قوي، طب انا اتكلمت كويس، طب كنتي مبسوطه مني، طب انا اشتغلت كويس، رابط نفسه دايما برد فعل الاخر. فطول الوقت هو عايش في توتر وقلق وخايف يكون زعل حد وخايف يكون اذى حد بكلمه، ومستني دايما ان الناس حواليه يتعاملوا بنفس الطريقه الحساسه قوي اللي هو بيتعامل بيها مع الناس. بيجي اوقات كمان يا دعاء انه ينعزل، يعمل اختبار للناس اللي حواليه، اما اشوف كده حد هيسال عليا ولا لا، حد هياخد باله ان انا اختفيت ولا لا، حد هياخد باله ان انا زعلت ولا لا. بيوصل الامر كمان انك لو ضايقتيه فعلا بكلمه او زعلتيه خاف يرد عليكي علشان انت ما تزعليش، يقول لك لا علشان ما ضايقهاش، اصل الكلمه دي ممكن تجرحها زي ما جرحتني، اصل الكلمه دي ممكن تضايقها زي ما تضايقني. دايما حاطط نفسه مكان اللي قدامه.